حضرتنا لهذا اليوم بعنوان سيتي سكان اوف ذا ليفر، يعني تصوير الكبد بالأشعة المقطعية. فأول شيء احنا خلي ناخذ مقدمة عن السيتي سكان او الأشعة المقطعية او المفراس، زين؟ فهي طبعا راح تاخذوها انتم بتفاصيلها بالفيزياء، بس احنا يعني راح نتكلم كلام كمقدمة، وبعدين ان شاء الله انتم تاخذوها بحذافيرها بصفوف الفيزياء. ف what is the CT scan؟ يعني شنو هو الCT scan؟ in a brief مختصر، الCT scan or CAT scan. CT scan يعني computed tomography، CAT scan هو يعني يطلق ايضا على الCT. كات سكان هو Computed Axial Tomography، يعني التصوير المقطعي المحوري المحوسب، يعني Computed محوسب، يعني Computerized. و التوموغرافي يعني التصوير المقطعي. اوكي، ف Radiographic term Tomography is derived from the Greek word tomos اللي means slice، شريحة. تومو مو هي اسمها توموغرافي، فتومو يعني سلايس، شريحة، وجرافين معناها تو رايت. هاي شنو باللاتيني، يعني بالإغريقي عفوا. فعندنا السي تي يوزز كومبلكس كمبيوتر اند ميكانيكال ايميجينج سيستم، يعني يستخدم في النظام كمبيوتري ونظام ميكانيكي، نظام تصوير معقد نوعا ما، حتى يوفر لي sectional anatomic images، يعني حتى يوفر لي مقاطع، إما المقاطع تكون عرضية axial أو sagittal طولية أو تكون coronal. فإحنا نستخدم كلمة CT scan. بعض الدول مثلا، يعني خلينا نقول شلون لبنان أو سوريا، يستخدمون CAT scan. CAT scan هو معناها computed أو computerized axial tomography. طبعا هاي الكلمة مو صحيحة تماما. ليش؟ لأنه كمبيوتر توموغرافي أفضل، لأنه إحنا مو بس أكزيال، بالسي تي بالمفراس إحنا مو فقط نستخدم أو نقطع تقطيع أكزيال عرضي، لا، ممكن نعمل ريكونستركشن بالساجيتال، بالكورونال بلينز وأوبليك بلينز. فلهذا كلمة السي تي هي أفضل من كلمة الكات سكان. في CT scan versus conventional X-ray، يعني طبعا مثل ما تعرفون هو شنو، تقريبا كل أشعة، يعني كل CT scan، تعرض ل CT scan أو فحص مفراس واحد يعادل تقريبا 350 إلى 400 X-ray عادية، زين. فالسي تي هو عبارة عن شنو، يعني خلينا نقول هو شلون شيء 3 دايمنشن، مو مثل الكونفنشنال. يعني هذا التصوير مال هاي قطعة الخبز او اللوف، شلون الاكس راي الاعتيادي والسي تي سكان. الاكس راي الاعتيادي انه تشوف انت قطعة اللوف كاز هول، كلها قطعة واحدة، بينما السي تي سكان لا، يقطع لي هاي قطعة اللوف إلى سلايسز، إلى شرائح أو سيكشنز أو كاتس، فنشوفها وحدة يعني مفصولة عن الأخرى. فهذا شلون خلينا نقول نشوفها 3D، أو نشوفها مقطع طوليا، عرضيا، محوريا، مائل، بصورة مائلة. بينما الإكس راي الاعتيادية لا، راح تشوفها كقطعة واحدة. فمثل هسه تشوفون هاي إكس راي of abdomen. حاولوا تدخلون من إيميلات كلية النور رجاءً. زين، فهسه هاي الصورة plain X-ray of abdomen والpelvis، أيضاً تشوفون الpelvis، وبهالمكان ناخذ هاي، شوف هسه هنا مثلاً مع إعطاء الصبغة، يعني هاي منطين مو plain، هاي مع إعطاء صبغة. فماخذ البيشنت كونتراست، فمثلا ممكن يكون هذا اي في يو انترافينوس يوروغرافي. ف تشوفون هاي المكان، هاي هنا اليوريترز والرينال، اليوريترز والرينال بيلفيس والكاليسز، فراح تشوفون هذا فحص على اكثر تصوير البيلفي كاليسيال سيستم، وتشوفون هنا بعد الصبغه ما فاضيه، ما واصله لليوريناري بلادر.
فاحنا شفنا هذا فحص، يعني هذا فحص يخص ال urinary system، فحص يخص الجهاز البولي. فبهالمكان راح تشوفون طبعا الريبس موعدنا 12 زوج من الاضلاع. طبعا الاخر شيء بالثوراسيك فيرتيبرا او لامبر فيرتيبرا، عفوا ثوراسيك فيرتيبرا رقم 12 يعني تي 12. بعد التي 12 يجي ال1 لمبر 1 لمبر 2 3 4 5 وبعدين يجي السكرم والكوكسكس. فهنا بالليفل مال ال2 راح تشوفون هذا المكان اللي بيهرينا البلفيس وهذه، فراح نجي ناخذها كسيتي، يعني هاي الاكس راي العاديه راح تشوفون كلها كقطعه واحده. بينما بالسيتي سكان شوفوا هاي مقاطع ارضيه يعني السلايس اخذها بالمكان مال ال2. فمن اخذ هاي المكان راح تشوفون هنا طالعه هاي اللمبر فيرتيبرا نمبر 2، هاي الفقره الرقم 2، وطالع عندي رايت كدني والليفت كدني. طبعا بالسي تي سكان كانما المريض متمدد امامكم، يعني قدمي المريض باتجاهكم وراسه بعيد عنكم، فبالضبط تتخيلون يعني الرايت يعني الرايت سايد اوف ذا بيشنت هي بالضبط جهتكم انتم اليسار، ويسار البيشنت هو يمينكم انتم بالضبط هذا الاتجاه. فراح تشوفون الليفر بالرايت سايد، وهاي طبعا هاي البول، وهنا البنكرياس عندنا، وهاي عندنا الرايت كدني الليفت كدني، وهاي رينال بلفس، وهاي الصبغه هاي البياض النفس بياض البون، هاي المكان المنوره هاي هي مكانات اللي بيها كونتراست. وتشوفون ايضا البيشنت هنا ماخذ كونتراست، فهذا هو. وهاي طبعا الاورتا والفينا كافا، هذا هو الفحص السي تي سكان. Evolution of CT scan، تطور CT scan. طبعا CT scan بدأ في بداية السبعينات من القرن العشرين. Basically and in a simplified word, CT scan consists of an X-ray tube and detector. يعني هو عبارة عن X-ray tube مثل X-ray وإدنا detectors اللي تستقبل هاي الأشياء. فالX-ray beam passes through the human body in a thin axial slice. هذا الجانتري، هذا هسه اشوفكم الصورة، هذا الجنتري، هاي الابرتشر الفتحة مال الجنتري، وهذا التيبل. البيشنت يتمدد على التيبل ويدخل الى داخل الجهاز. زين، فمن راح طبعا هي اكو عندنا الاكس راي تيوب اللي تطلع منه البيم، وعندنا الديتكتر، فالاشعة تخترق الجسم، تخترق أنسجة الجسم، بعدين تسقط على الديتكتر. فطبعا من تدخل الأشعة إلى الجسم فتدخل إلى أنسجة مختلفة، إلى بون، إلى سوفت تيشو، إلى ووتر، إلى إير، كلها. فممكن فش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها attenuation، تضعيف، إما امتصاص، إما reflection، إما انحراف. فهذا كله راح يصير تضعيف. مثلا دخلت الأشعة مثلا بقدرة معينة وخرجت بقدرة أقل أو نفس القدرة أو قدرة أو لم تخرج، فهذا مقدار التضعيف هو هذا اللي تتحسسه الديتكتر. في الإكس راي بيم باس ثرو هيومن بودي إن أثين أكزيال، يعني بالضبط بطريقة عرضية. هذا الأشعة تسقط على الجسم وتعاني من تضعيف داخل الأنسجة وتطلع. تطلع تسقط وين؟ على الديتكتر. تسقط على الديتكتر، الديتكتر راح يقيس لي مقدار التضعيف الاتينيويشن ويرسلها الى الكمبيوتر، وتتم صياغه هذه مقدار التضعيف على شكل صور مقطعيه. فالجنريشنز يعني التطور، الجنريشنز بدينا قبل بالبدايه، الفيرست جنريشن كان عباره عن اكس راي بيم بنسل ثين، يعني ال خلينا نقول الرفع مالته مثل البنسل، بنسل ثين اند وين ديتكتر، ديتكتر واحد فقط، يعني الاشعه تسقط تخترق الجسم تعاني من تضعيف، بعدين الاشعه المضاعفه راح تسقط على الديتكتر، والديتكتر هو اللي يتحسس، السنجل ديتكتر وين ديتكتر. الجنريشن الثاني بداوا يطورون من السي تي ماشين، بدات الاكس راي بيم سمول فان بيم مثل المروحه، يعني مو عدله مثل البنسل، لا صارت مثل المروحه، و30 ديتكتورز، وصارت مالتيبل ديتكتورز 30 ديتكتور.
بعدين الثيرد جينيريشن، الثيرد جينيريشن اكس راي بيم از وايد فان بيم، مثل المروحه شوفوا بس وايد عريضه. And hundreds of detectors which are located opposite to the X-ray tube and rotate as the tube rotates. مثل ما تشوفون بهاي الصورة المتحركة، هاي الأشعة ساقطة تسقط على الجسم، شوفوا تخترق الجسم، وهاي الديتكتورز، الديتكتورز فمن تفر الأشعة راح تفر معاها الديتكتور، يعني بالاتجاه المعاكس، واحدة مقابل الأخرى، هاي تفر الأخرى تفر، حتى نضمن تصوير الجزء المراد تصويره من كذا، يعني من كذا جهة. الفورث جنريشن اللي هو متطور اكثر، اكس راي بيم وايد فان بيم والثاوزندز اوف فيكس ديتكتورز، يعني الاف الديتكتورز ولكن ما تكون متحركه، تكون كلها ثابته. شوفوا الديتكتورز ان ارينج انسايد جانتري، هاي كلها ديتكتورز. ذا تيوب روتيت، هذا التيوب عاد يفتر while emitting continuous radiation but the detectors do not rotate. ليش؟ لأنه هي شنو؟ هي عبارة عن ring of detectors static أو تكون fixed detectors، detectors ثابتة غير متحركة. هذا ال fourth generation. طبعا أكثر الموجود هو third generation حاليا، يعني بالعراق خلينا نقول، وأكو fourth generation. فعندنا الجانتري وهذا الابرتشر الفتحة اللي التيبل تدخل من خلالها ويدخل المريض الجزء المراد تصويره، طبعا حسب الـ يعني ندخل رأس المريض أو قدمي المريض حسب الجزء المراد تصويره. فهذا الفيرست جنريشن اللي هو البيم بنسل بيم وسنجل ديتكتر، بعدين شوية صار مثل الفان صغيرة وملتيبل ديتكترز، بعدين فان مع ملتيبل ديتكترز موفينج وذ with the tube، بعدين عندنا صارت آخر شيء الرينج of detectors وتكون static أو stationary or fixed ثابتة، فقط التيوب هو اللي يتحرك. واضحة generations؟ أحد عنده سؤال؟ لا دكتور. أوكي نجي للمالتي سلايس سيتي. ملتي سلايس يعني شنو؟ سلايس شريحة، ملتي يعني ملتيبل يعني متعددة الشرائح. The development of the multi-slice CT scanner also known as multi-detector CT or volume CT significantly reduced scan time. يعني فائدة الملتي-slice CT شنو هو؟ يقلل وقت الفحص. Multi-slice CT use multiple detectors rows، يعني صفوف الديتكتر تكون متعددة مو صف واحد. In this setting, not just one slice is scanned per rotation, but multiple slices simultaneously. يعني نشوفون هذا single slice CT إنه الديتكتر بينه صف واحد من الديتكترز، فهذا يفر وهاي تفر إلى أن نصور يعني المقطع أو مقطع المراد تصويره. single slice يعني مقطع واحد خلال التصوير. المالتي سلايس لا، اكو بدل الديتكتر الصف الواحد عدة صفوف. هاي الصفوف شو تسوي؟ من يفتر الاكس راي تيوب خلينا نقول، ما والديتكترز ايضا تفتر، ايش راح يصير؟ هاي مالتي سلايس، فنشوف كذا سلايس، كذا مقطع من البطن او من صدر المريض او من البرين، من اي جزء مراد تصويره بالمفراس الحلزوني. فلهذا المالتي سلايس سي تي يقلل من الوقت المستغرق لتصوير الجزء المراد تصويره. اوكي يعني نقلل السكان تايم، هاي فائدة المالتي سلايس سي تي. ليش؟ لأنه يوز مالتيبل ديتكتر روز، عدة صفوف. اوكي فكل فرة او كل روتيشن راح يصير بها مالتيبل سلايس سكانينج. هذا كان مالتي سلايس سي تي. اكو عندنا سبايرال سي تي اللي هو المفراز شنو السبايرال؟ الحلزوني. In conventional CT technique يعني CT الاعتيادي، first a slice is made of the desired area، يعني نسوي slice من المكان المراد أو المراد تصويرها، after which the table moves up a little. In this way the patient is imaged slice by slice or step by step. Around 1990,
The slicing technique was developed where the X-ray tube and detector ring rotate and continuous scanning without interruption. يعني من اسمه حلزوني يفر التيوب والديتكتر يفر معانو ديتكتر رينج روتيت اند كونتينوس سكاننج بدون يعني توقف. This led to the so-called spiral CT يعني الفراس الحلزوني where the scanner table moves with the constant speed through the ring and with the rotating X-ray table tube and detectors. This generate helix or spiral shape pattern. يعني مثل ما تشوفون بهاي الصورة. يعني كله يفتر. يعني الإكس-راي تيوب والديتكتورز معاها وأيضا التيبل تفر. يعني البيشنت أيضا يفتر. فهذا هو السبايرال سي تي المفراس الحلزوني. يعني السكانر تيبل التيبل موف with constant speed بسرعة ثابتة through the ring with the rotating X-ray tube and detectors. فلهذا راح تكون نصور كذا مقطع بدون أي مقاطعة. فالsignificant benefit of the spiral CT is the shorter scan time. طبعاً وقت الفحص يكون أقل وأقصر and improving the visualization of small lesions. وأيضاً small lesions الأذية أو المشاكل أو الورم مثلاً إذا كان أو إذا أي شيء غير طبيعي ممكن يبين إذا كان كلش صغير راح يبين بصورة أوضح بالسبايرال سي تي more than in conventional CT scan. يعني الإكس راي تيوب يفر والديتكتورز طبعا معه وعندنا أيضا التيبل تفر بسرعة ثابتة. واضح؟ هذا كان المفراس الحلزوني السي تي السبايرال سي تي. عندنا الهاوس فيلد يونت. شنو هي هاوس فيلد يونت؟ هي الوحدة وحدة شنو؟ وحدة اللي تقيس مقدار التضعيف في الأشعة حسب نوع الخلايا أو النسيج. طبعا هاوس فيلد اسم العالم اللي اكتشف هاي الوحدة أو اللي حسبها. فthe degree of X-ray attenuation depends on tissue type. These differences are converted into CT number or house field unit. The house field unit يعني هي house field H واليونت U فH U unit أو CT number هي نفس الشيء. شنو هي؟ هي الدرجة مال أو هي مقدار التضعيف في الأشعة الداخلة إلى الأنسجة الجسم حسب المنطقة اللي إحنا دا نصورها. A spectrum of gray tones is generated from minus 1000 to plus 3000. يعني الليفل مالي او الرينج من ناقص 1000 الى موجب 3000. هذا هو شو اسمه مالي الرينج. الابر ليميت از ديتيرمايند باي ذا سكانر تايب. Tissues with low attenuation, such as air and fat, تذكرون أيضاً بالإكس راي قلنا low attenuation يعني التضعيف قليل يعني الكثافة نوعاً ما تكون أقل. فاللي تضعيفها أقل أو الattenuation أقل فعدها low house field unit number أو low CT number. Tissues with high X-ray attenuation مثل البون مثل الكونتراست. والكونتراست شفنا بالصورة السابقة كان لونها أبيض يعني المكان اللي يتصبغ بالكونتراست يصير لونه أبيض لأن هي positive contrast تبين تقريبا مثل البون يعني الاتينيويشن عالي فعدها high CT number or high house field unit value. Water has house field unit value of zero يعني الاتينيويشن مال water هو zero صفر. فهاي الصورة تمثل لي الهاوس فيلد يونت قلنا من ماينس ألف إلى البلس 3000. نقطة الصفر هي الوتر H2O هو نقطة الصفر. زين الماينس ألف قلنا مثل اللي عدها شنو اللو اتنيويشن يعني الكثافتها قليلة فالتضعيف مالها يكون قليل يعني تسمح أنه تدخل الأشعة من خلالها فريلي أو مينيمال اتنيويشن. فالماينس ألف عدنا الاير اللانكس شوفون من ماينس 400 إلى ماينس 600 الفات يعني مقارب جدا للماي والسوفت تيشو بالبلس يعني يعني بي اتنيويشن والبون عندنا الاتنيويشن ماله ألف فهاي تحفظوها الاتنيويشن اوف بون هي بلس 1000 اتنيويشن اوف
او الهاوس فيلد يونت اوف بون بلس 1000، هاوس فيلد يونت اوف ووتر هي 0، هاوس فيلد يونت اوف فات هي ماينس 50 تو ماينس 100، والهاوس فيلد يونت اوف اير از ماينس 1000. هذه مهمه وتحفظوها. البلينز اوف ايميجينج، طبعا المحاور اللي او المقاطع اللي نصور بها بالسي تي سكان ممكن ترانسفيرسال او ترانسفيرسال او اكزيال، يعني ممكن مقطع ارضي، ممكن كورونال مقطع الكورونال، وممكن ساجيتال. زين تذكرون ايضا من تكلمنا عن البودي بوزيشنز بدايه المحاضرات مال التصوير، قلنا انه اكو عندنا الاكزيال اللي هو التقطيع الارضي، والكورونال اللي يعني شنو هو الكورونال اللي يفصل لي الجزء او الستركتشر او الاورجن او البادي الى انتيرير اند بوستيرير، وعندنا الساجيتال بلين اللي هو المحور الساجيتال اللي يفصل لي البادي او الستركتشر او اورجن او ذا بادي انتو رايت اند ليفت سايد. ابدومينال سي تي سكان ار يوزد to image the organs, tissues, and vessels in the abdomen. The indication for this examination is very important and is used to decide whether the examination is performed with oral, rectal, or IV contrast agent or without contrast. يعني احنا السي تي طبعا يعني اكو ام السي تي اكو برينز، ولو البرين الام ار هو يكون افضل، بس السي تي كثير مواقف نحتاج سي تي، مثلا اذا نريد جلطات، اذا نزف، اذا كثير تفاصيل. فممكن يعني حسب احنا الديزيز اللي نشك بيه او حسب المشكله نحتاج سي تي او نحتاج ام ار اي. طبعا الام ار بالنسبه خلينا نقول للبرين، اذا نريد نصور اذا اكو فراكتشر او شيء طبعا نلجأ للسي تي. عندنا السي تي ممكن يكون للبرين، ممكن يكون للنيك، ممكن يكون لل خلينا نقول للتشيست، للابدومين، للبلفيس، لاي اورجان، لللمز ممكن. فإذا السي تي اكو عندنا كاردياك سي تي، عندنا ايضا للقلب، زين اكو عندنا كثير شغلات. فالسي تي ايضا ممكن نعمل سي تي بدون without contrast، يعني نيتف سي تي without contrast، او سي تي with contrast. طبعا الكونتراست اما اورال اما ريكتال اما انترافينوس حسب المشكله او حسب الموضوع الشيء اللي احنا بنشك بوجوده او اللي هو فعلا موجود. في السي تي without contrast يعني non enhanced سي تي، يعني سي تي بدون enhancement، سي تي بدون صبغة، يعني سي تي اعتيادي، يعني كأنما اكس راي اعتيادية بس هو فحص سي تي. يعني البيشنت لا يشرب سي تي، لا يشرب عفوا contrast، ولا ينحقن بcontrast، ولا يعني نعمل له rectal contrast، لا ما ياخذ اي صبغة. Then this scan is made without the administration of IV contrast agent. A primary indication for abdominal scan without contrast is detection of renal or ureteric stone. طبعا المريض اللي عنده renal stone حصوة بالكلية أو حصوة باليوريتر بالحالب، زين احنا ايش راح نعمل؟ راح نعمل له فحص. اول شيء طبعا ممكن نعمل له فحص التراساوند، فحص السونار، راح نشوف ممكن تبين عندي اذا كانت بداخل الكلية، راح تبين عندي او بداية اليوريتر، بداية اليوريتر من جهة الكلى يعني البروكسيمال، راح تبين عندي اذا اكو حصوة، واذا صاير بي هيدرونيفروسيس هيدرو يوريتر يعني مكان انسدادات، وراح تبين عندي بالسونار. بينما اذا كانت ميد يوريتريك ستون يعني بنص اليوريتر، هاي المكان ما راح تبين عندي بالسونار الاعتيادي. ممكن بنهاية الحالب ايضا ممكن تبين عندي، ممكن إذا بداخل اليورينري بلادر ممكن أيضا تبين عندي. فالمريض اللي عنده يوريتريك ستون راح من يسوي ألترا ساوند، أو عفوا اللي عنده رينال ستون، وراح شي يسوي أيضا راح يسوي KUB يعني بلين إكس راي أوف أبدومين حتى يشوف كيدني يوريتر بلادر، هاي ناخذها إن شاء الله بالفصل الثاني.
فيعمل كيوبي كدني يوريتر بلادر، همينة بلا ما ياخذ اي صبغه، ياخذ اشعه على البطن اشعه بدون صبغه، فراح اذا نشوف اكو حصوه او شيء راح الدنسيتي مالتها تكون يعني مثل خلينا نقول او شويه يعني مقاربه تقريبا للبون، او شويه تكون اقل كثافه من البون، يعني راح نشوفها راديو اوبيك. زين هذه ممكن تبين بالاكس راي، ممكن ما تبين، تكون راديو لوسنت. اكو انواع مثلا اذا المريض ياخذ ادويه للايدز، او المريض ياخذ ادويه معينه، او عنده امراض معينه، ممكن الحصوه تكون راديو لوسنت، ما تبين حصوه الكلى او حصوه الحالب. بينما فاحنا البيشنت من عنده حصوه راح نبعثه الى السي تي، نبعثه يعمل سي تي سكان لليورينري تراكت. ليش؟ حتى نحسب الهاوس فيلد يونت، حتى نشوف السي تي نمبر، حتى نشوف مقدار الاتينيويشن، يعني نشوف الاتينيويشن مال هاي الحصوه اشقد، حتى نعرف هل هذا البيشنت يعملوا له تفتيت هذا الاسول، لو يعملوا له عمليه. زين تفتيت، يعملوا تفتيت حصى، او يعملوا له عمليه مفتوحه، لانه هاي الحصوه ما ممكن مثلا اذا كثافتها عاليه او شيء وحسب حجمها وهاي ممكن اصلا ما تتفتت الا عمليه جراحيه. فهاي يعني مهمه ايضا انه نعمل سي تي بلا كونتراست. ليش نعمل بلا كونتراست؟ لانه الحصوه راح شنو تبين؟ راح تبين دينس، صح لو لا؟ راح تبين هايبر دينس بالسي تي. فمن يبين لونها على بياض، وانا راح انطي للبيشنت صبغه، سواء يعني خلينا نقول خاصه بالرينال السيستم ننطي انترافينوس كونتراست. فانا من انطي صبغه للمريض راح شنو يصير؟ يصير اوباسيفيكيشن، راح تصبغ هاي المسارات اليورينري، المسارات البوليه راح تصبغ بلون الصبغه، راح شنو يصير لونها؟ لونها ابيض. فراح يسوي اوبسكيور للستون، يعني المكان من راح يصير لونها ابيض، عفوا المكان من راح يصير لونها ابيض، يعني مثلا خلينا نقول الحالب او مكان الرينال بيلفس، راح انا من يعني من عندي ستون او البيشنت عنده ستون، من ياخذ صبغه ما راح تبين هاي، فراح تخربط لي الفايندينج وراح ما تساعدني على التشخيص الصح. فاذا البيشنت تخلوها ببالكم، اللي عنده رينال ستون او يوريتريك ستون او نشك انه عنده هاي الستونز، راح نعمل له سي تي ويذ اوت كونتراست، يعني سي تي سكان بدون اخذ صبغه، لا ياخذها اي في ولا اورالي ولا ريكتالي، اللي اسمها نان انهانسد سي تي او ان اي سي تي، نان انهانسد يعني ماكو صبغه. سي تي ويز كونتراست، السي تي مثل ما قلنا اللي without contrast هي للرينال ستون واليوريتريك ستون. السي تي with contrast يعني contrast enhanced سي تي، طبعا هاي مو اس تي عفوا، سي اي سي تي، contrast enhanced سي تي، اما oral contrast or rectal or intravenous contrast. oral contrast agents patient to drink a certain volume of oral contrast agent prior to the examination، طبعا قبل الفحص راح البيشنت ياخذ كميه معينه من الاورال كونتراست. This may be a positive contrast, diluted iodinated contrast agent اللي تبين وايت او تبين دنس. تذكرون بالاكس راي قلنا يبين، اما نستخدم مصطلح راديو اوبيك للابيض وراديو لوسنت للاسود. بالالترا ساوند نستخدم هايبر ايكويك او ايكوجينيك للابيض، وهايبو ايكويك او ان ايكويك للاسود. بالسي تي سكان راح نستخدم دنس، هايبو دنس او دنس هايبر دنس. الدنس او الهايبر دنس اللي هو الابيض، الهايبو دنس اللي هو الدارك او القريب من الاسود. فاما ننطي بوزيتيف كونتراست اللي هو عفوا الايودينيتد كونتراست اللي يبين ابيض او بوزيتيف، اور دنس، اور نيجاتيف كونتراست ايجنت اللي هو مثل الووتر اللي يبين عندي اسود اور هايبودنس. ذا كونتراست ايجنت از ان ذا سمول انتستين دورينج ذا اكزامينيشن.
allowing it to be effectively identified and distinguished from other organs and tissues. يعني الكونتراست راح نصبغ، ممكن مثلا نحتاج فحص للكونتراست، نحتاج فحص للسمول انتستين. تذكرون ايضا بالباريوم كنا ننطي باريوم لانه هو راديو اوبيك حتى يسوي لي هذا الستركتشر اللي اريد افحصه مور فيزيبل، صح لولا؟ فهذا ايضا الهدف من اعطاء الكونتراست مثلا للسمول انتستين حتى تبين لي اكثر، حتى اذا اكو مثلا اي مشكله راح تبين عندي لانه يصير more visible and more distinguishable from other organs and tissues. Oral contrast agent are particularly valuable in patients with limited intraperitoneal fat. يعني oral contrast يعني له فد دور في المرضى اللي عندهم intraperitoneal فات، ممكن نشخص عن طريق الأوري. فهذا هاي صورة السي تي سكان، هذا مقطع عرضي زين. تشوفون positive oral contrast agent diluted iodinated contrast agent in two different patient، هذا يعني هذا مريض وهذا مريض آخر. one with much intraperitoneal fat، شوف هذا الداخل البريتون عنده فات كثير زين. and one with much intraperitoneal fat and one with little intraperitoneal fat. هذا الانتراperitoneal fat ماله قليل فانطينا oral contrast. هذا الفائدة هذا الانتراperitoneal fat ماله أكثر، فهذا راح يستفاد من الـ diluted intra أو iodinated contrast agent. فإذا هذا الليمتد ننطي أورال، هذا ممكن تشوفوا هذا انطاء الأورال كونتراست، تشوفوا شلون صبغ بس بالليتل انترابريتونيال فات، راح تشوفون شلون تكون أوضح في حالة الأورال. ريكتال كونتراست طبعا حسب الجزء، ما دام ريكتال معناها الجزء اللي أريد أصوره هو تابع للريكتم وللارج باول. اوكي ممكن بوزيتيف ممكن نيجاتيف، وممكن نشوف انه اذا اكو ليك او اكو فيستولا فممكن ننطي بوزيتيف ممكن ننطي نيجاتيف كونتراست. هاي مثل ما تشوفون ريكتال كانيولا ودافع بيها الكونتراست ايجنت حتى يصبغ لي او يسوي لي هذا الجزء مور فيزبل، وناخذ سي تي وذ كونتراست حتى نشوف هذا المكان. الاي في كونتراست، الانترافينوس كونتراست. الانترافينوس كونتراست يعني هو الكونتراست اللي ينعطي عن طريق الاي في روت او عن طريق انترافينوس روت حتى نشوف الارتريز والفينز. The administered contrast agent is transported to the heart through a vein in the arm or leg and is then pumped around through the arteries and veins. So enhancement blood supply or perfusion of the abdominal organ can be evaluated. يعني احنا ننطي الـ IV contrast، ننطي للـ patient، ننطي عن طريق حقنا بالـ vein، اما بالقدم اما يعني عفوا بالساق او بالذراع. فاحنا من نحقن وش راح يصير؟ راح يروح هذا عن طريق الـ 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 venous circulation، راح يروح الى الهارت وبعدين يتم ضخها الى الارتريز والفينز، فراح يصير شيء اسمه enhancement or perfusion. فيعني راح الاورجان اللي تروح لها راح تصبغ بالابيض، فحتى نشوف هاي الاورجانز اللي راح تروح لها ونقيمها بصوره جيده. At fixed time intervals after administration of contrast agent, mixing with the blood will arrive at various sites of the body such can be scanned. Scan phases include arterial, portal, venous and nephrogenic and excretion phases. مثلا عندنا خلينا نقول intravenous contrast agent، احنا انطينا الصبغة حقناها بالفين اما باليد او بال يعني عفوا بالذراع او بالساق. هاي وين راح تروح؟ عن طريق الفينوس سيركوليشن، كلها راح تجي ترجع وين؟ للهارت، يرجع الهارت يضخها للجسم، فتروح المختلف الاورجنز. مثلا تروح للليفر، فاكو تايم معين احنا يعني هاي الفيزز طبعا ارتيريال وبورتال وخلينا نقول نيفروجينيك واكسكريشن. مثلا هاي الفيزز اما تراي فيزك او كوادري فيزز حسب التايم. يعني مثلا عندنا بتصوير الليفر، تصوير الكيدنيز،
الارتيريال فيز. This scan is made about 20 to 30 seconds after administration of IV contrast agent. طبعا هاي حسبوها هسه حاليا، يعني هو انت بالسيتنج مال الجهاز اذا تريد مثلا تراي فيزك ليفر سي تي سكان، او اذا تريد مثلا فحص للرينال سيستم او لاي جزء، انت حسب يعني بالسيتنج ممكن انت تنظم هذا الشيء. يعني الجهاز هو اوتوماتيكيا منتصل فلان ثانيه راسا هو مسيستم انه هو ياخذ المقاطع. فوجدوا انه هاي مثلا الارتيريال سكان او ارتيريال عفوا فيز، انه هذا السكان يصير تقريبا بعد اعطاء الصبغه بالوريد من 20 الى 30 ثانيه بعد اعطاء الصبغه. فهذا الكونتراست راح يبقى بالارتريز and some organs are starting to absorb the agent used for evaluating arteries and detecting hypervascular lesion. يعني الارتيريال فيز هذا نعمله بعد 20 الى 30 ثانيه من اعطاء الصبغه. هذا الارتري ارتيريال فيز يعني انه يكون الكونتراست بالارتري حتى نشوف اذا اكو بها مشكله، وكذلك هايبر فاسكولار ليجن. عاده الاورام عاده يعني اغلب الاورام الخبيثه تكون هايبر فاسكولار، يكون تجهيزها بالدم عالي جدا. ليش؟ انه هي خلايا منقسمه انقسام غير طبيعي، فهي من تنقسم انقسام غير طبيعي ايضا راح تاخذ لها بلد سبلاي خاص بيها. فشنو؟ حتى تتجهز بالدم حتى تنمو وتكبر وتنتشر بالجسم. فهي تكون اغلبها اكو هايبوفاسكولار، بس اغلب المالجننت تيومرز هي هايبرفاسكولار. فلهذا الارتيريال فيز نشوف بالارتريز ونقيم به اذا كان اكو هايبرفاسكولار ليجن، اللي هو بعد 20 إلى 30 ثانية من إعطاء الكونتراست بالوريد. ثاني فيز اللي هو البورتال فينوس، الفيز الثاني اللي هو الفينوس، هذا بعد 60 إلى 80 ثانية من إعطاء الكونتراست IV contrast. طبعا هذا التايم تحفظونه مهم جدا، الارتيريال فيز after 20 to 30 seconds after administration of IV contrast. البورتال فينوس about or after 60 to 80 seconds after administration of IV contrast. This is the most commonly used scan phase. هذا أكثر phase يستخدم. In this phase the contrast agent is for the most part or in the vein. يعني ليش اسمه فينوس؟ يعني الكونتراست رايح للفين. فالابدومينال organs have absorbed the contrast and are enhanced. فالأورغانز تكون ماخذة الصبغة وتكون إنهانست منورة، يكون لونها صاير أبيض. إذا منطين يعني كونتراست تكون بوزيتيف فيكون أبيض. This scan phase is generally used to screen or detect hypovascular liver lesions. تذكرون قلت لكم أنه أغلب الليجنز تكون hypervascular خاصة إذا كانت malignant. الhypovascular هاي ما تتشخص أول فيز بالأرتيريال فيز، بالفينوس فيز راح نشوفها تأخذ الصبغة فإذا تتشخص بالبورتال فينوس فيز اللي هو after 60 to 80 seconds after administration of contrast agent. الفيز الآخر اللي هو النيفروجينيك، نيفروجينيك يعني يروح وين يروح؟ يروح للكدني. هذا السكان is made about 80 to 100 seconds after the administration of IV contrast. In this phase, both the renal cortex and medulla are homogeneously enhanced. يعني ال renal cortex والرينال ميدلا راح تأخذ الصبغة homogeneously يعني بصورة متجانسة. This allows for effective evaluation of renal parenchyma. حتى نشوف إذا أكو مشكلة بالرينال parenchyma. This phase is used in particular to evaluate kidney tumors. هذا إذا أكو مشاكل أو إذا أكو أورام بالكلى ممكن تشخص بالنيفروجينيك phase. الفيز الرابع اللي هو الإكوليبريوم يعني مرحلة التوازن or delayed أو الفيز المتأخر الطور المتأخر، هذا after 6 to 10 minutes after administration of IV contrast. This phase is also termed the washout. ممكن يعني يتسمى أو يسمى equilibrium phase or delayed phase or washout phase.
The contrast agent has passed through all the organs and is being excreted by the kidneys. This phase is frequently used to evaluate the urinary tract. هذا يستخدم لتقييم ال urinary tract. In addition, this phase can help to characterize liver lesions or detect bile duct tumors. يعني عندنا هسه four phases بس بالليفر يستخدم الثلاثي الطور يعني triphasic liver CT or hepatic CT scan اللي هو الارتيريال اللي يعني يتم تصويره بعد 20 الى 30 ثانيه من اخذ الاي في كونتراست حتى نشوف اذا كان اكو هايبر فاسكولار ليفر ليجن. بعدين الطور الثاني اللي هو البورتال او الفينوس هذا يتم بعد خلينا نقول ايش قد كان الفيس 60 الى 80 ثانيه هذا يعني بعد دقيقه خلينا نقول الى دقيقه ونص هذا من اعطاء الكونتراست حتى نشوف الهايبو فاسكولار ليفر ليجن. الطور الثالث نيفروجينيك مرحله يعني الصبغه وين تروح تروح للكدني من اسمه نيفرو يعني كدني. فش اسمه النيفروجينيك هذا ايش راح يكون راح يكون يعني المرحله انه يصير بها توازن خلينا نقول او تجانس بالصبغه اللي دخلت للكورتكس والميدلا فهاي تساعدني على تقييم اورام الكليه. إكوليبريم أو ديلايد هذا بعد 6 إلى 10 دقائق من إعطاء الصبغة حتى يساعدني يعني أنه صار واش أوت بدأت الصبغة تتصفى من الـ 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 الأورغانز وراحت وين راح تروح تروح للكلية حتى يتم طرحها خارج الجسم فنحتاجها في تقييم مشاكل الجهاز البولي وفي مشاكل الـ يعني الليفر ليجنز وبايل داكت تيومرز الأورام الموجودة في القنوات الصفراوية. هسه شوفون هذا السي تي هذا يعني هنا أكو هاي مثلا خلينا نقول سي تي without contrast عندنا إحنا ليجن سواء كانت حصوة سواء كانت تيومر فلنفرض كانت حصوات يعني هذا الليفر هاي الجول بلادر وعندنا هاي هذا السبلين وعندنا البنكرياس والرايت كدني الليفت كدني وهاي البول اللارج بول والسمول بول الى اخره وهاي طبعا الفيزلز الاورتا والفينا كافا والبورتال فين هاي كلها عندنا والفروع اللي تغذي الاورجانز. فهذا السي تي without contrast non enhanced CT NECT non enhanced CT يعني ما انطينا صبغه فراح تشوفون الاورجان كلها ما ماخذة صبغة ما منورة ماكو فد دنسيتي تشبه الدنسيتي مال بون هاي الفقرة صح لولا هاي الفقرة هاي جسم الفقرة وهذا السباينال سبرسس هاي عندنا الرايت كدني والليفت كدني وهاي الفيزلز راح تشوفون ما منورة ما ماخذة صبغة فهاي تفيدنا اذا اكو حصوة راح يبين لونها ابيض واحنا البيشنت ما منطي صبغة فراح تبين زين. هذه هنا مثلا اذا عندنا ليجن بالليفر يعني فلنفرض هاي تيومر او سكندري تيومر راح اذا ارتيريال فيز اذا هايبر فاسكولار خاصه اذا كانت مالجنت وقلنا تجهيزها بالدم عالي فراح بالارتيريال فيز يعني بعد 20 الى 30 ثانيه من اعطاء الصبغه راح تشوفون هاي المكانات اخذت الصبغه وراح تشوفون الفيزلز ايضا اخذت الصبغه. فيقول notice only liver lesions are enhanced or highlighted فقط من عطينا الصبغة فقط الليجنز أخذت while liver parenchyma is not enhanced بينما بقية النسيج الطبيعي ما أخذ الصبغة pancreas and renal cortex also enhanced يعني البنكرياس والقشرة مال كلية ممكن أيضا تأخذ الصبغة في الفحص الarterial phase البورتال او الفينوس فيز راح تشوفون الليفر بارنكايما اخذت الصبغه صبغت باللون الاصفر والسبلين والرينال كورتكس ايضا راح تشوفون ليش انه يعني هي تجهز بالبلد عن طريق قلنا 80% لتجهيز الليفر بالدم عن طريق البورتال فين فراح نشوفها ايضا ماخذه الصبغه وايضا البول.
نيفروجينيك فيز، راح تشوفون هاي اللي بيها الكدني كلها اخذت الصبغة، الكدني كلها اخذت الصبغة، الكورتكس والميدلا. فاذا فممكن اماكن ما تاخذ صبغة ممكن تكون تيومر، ممكن تكون حصوة ايضا، يعني ممكن تبين بهذا الفيز. تشوفون هاي صورة السي تي، الكورتكس القشرة والميدلا اللب كلها ماخذة الصبغة، طبعا هذا الفيزل واليوريتر ايضا كلها تاخذ الصبغة. الإكوليبريم أو ديلايت فيز طبعا قلنا تساعدنا إذا أكو كومن بايل دكت أو بايل دكت ستون تيومر، إذا أكو تيومر أيضا بالليفر ممكن نشوفها، وإذا أكو مشكلة أو تيومر بالكدنيز ممكن أيضا نشوفها. يعني ملخص لكل هذا الكلام، إذا نشك أكو رينال ستون أو إذا فعليا أكو رينال ستون أو ريوريتريك ستون، البيشنت راح نعمل له فحص كونت سي تي بدون كونتراست بدون صبغة. إذا البيشنت عنده مشاكل أو عنده ورم بالكبد مثلا أو بالكلية، راح نعمل ال تراي، راح نعطيه صبغة، نعطي صبغة أول شيء راح يكون arterial phase، الارتيريال فيز اللي تصبغ بالأورام الهايبر فاسكولار، فراح نشوف إذا أكو مشكلة بالفيزل أو بالأرتري، وإذا أكو مشكلة هايبر فاسكولار ليفر ليجن. الطور الثاني اللي هو البورتال أو فينوس، يعني الأماكن اللي تتجهز بالبورتال فين راح تاخذ الصبغة. المرحلة النفروجينيك راح تتساوى أو يصير بيها هوموجينوس اوبسيفيكيشن اوف رينال كورتكس اند اور انهانسمنت اوف رينال كورتكس اند رينال ميدلا، فراح نشوف إذا أكو مشكلة راح تبين عندي. الديليت فيز حتى نشوف إذا أكو مشكلة أيضا بالكبد أو مشكلة بالقنوات الصفراوية أو ممكن مشكلة إذا أورام بالكلى ممكن تبين عندي بالوش أوت، يعني الصبغة من تبدي تتفضى من هاي الأورجان ممكن تنحجز بالأورام اللي بيها، لأنه قلنا بيها تجهيز بالدم، فتبقى الصبغة بيها، فممكن تبقى بها الصبغة فتبين عندي enhanced، وما يعني يكون تفضية الصبغة بصورة أبطأ من الأورجن الطبيعي أو من الستركتشر الطبيعي، فلهذا بالوش أوت أيضا ممكن نستدل على التيومر. هذه ملخص الفيزز، الفيز نون كونتراست في حالة أنه وجود كدني أو ريوريتريك ستون أو أرتيريال كالسيفيكيشن، الأرتيريال فيز اللي قلنا التايم من 20 إلى 30 ثانية، وهاي هي الانديكيشن، بس أهمها هي هايبر فاسكولار ليفر ليجن. البورتال أو بورتو فينوس اللي هو من 60 إلى 80 ثانية حتى نشوف الهايبر فاسكولار ليفر ليجن، أو إذا نشوف الأبسس النفروجينيك من 80 إلى 100 ثانية حتى نشوف إذا أكو رينال تيومر، وأدنى الإكوليبريم أور ديلايت أفتر 6 تو 10 مينيت حتى نشوف إذا أكو يوريتريك أوبستركشن أو أكو ليفر تيومر، ونسوي لها يعني خلينا نقول كاركترايزيشن حتى نشوف شنو طبيعة هذا الليجن. فإذا مختصر كل الكلام هو هذا الجدول، واضح؟ أحد عنده سؤال استفسار؟ واضح دكتورة. تمام، هاي ترجعون تقروها إن شاء الله، وإذا أكو أي مشكلة أو تحتاجون إعادة نرجع نعيدها إن شاء الله. Many patients required multiple phase scan، يعني البيشنت إذا عنده abdominal trauma، البيشنت عنده ضربة على البطن، أو يعني فمثل ما تعرفون إذا ضربة ممكن تكون بآلة حادة جارحة، أو ممكن ضربة نتيجة حادث وإلى آخره، فممكن تكون blunt trauma، ممكن تكون تروما نتيجة شارب ماتيريال مثلا نتيجة النايف أو مشاجرة ضربة سكين أو خنجر إلى آخره، زين، أو نتيجة طلقة تدخل، فالبيشنت راح يحتاج سي تي سكان. فالسي تي سكان يعني الأفضل لتصوير الكبد حتى نشوف بيه أي مشكلة نحتاج تراي فيزيك سي تي، ترايفيزيك هيباتيك سي تي أو ترايفيزيك ليفر سي تي، تصوير الكبد ثلاثي المراحل، تراي يعني ثلاثي، فيزيك يعني من الفيز ثلاثي الطور أو ثلاثي المراحل، ليفر سي تي يعني تصوير الكبد بالرنين بالمفراس بالسي تي سكان.
فالتراي فيزيك ليفر سي تي يشمل الارتيريال فيز والبورتو فينوس فيز والديليت فيز اور واش اوت فيز، يعني بدون نيفروجينيك فيز. اوكي، هذا هو الثلاثي المراحل. فاذا جاكم سؤال شنو هو التراي فيزيك ليفر سي تي وليش يستخدم، راح تذكروا لي الانديكيشن، راح تكتبوا لي الارتيريال فيز والتايم ماله والهدف، والبورتو فينوس التايمينج ماله والهدف، ويعني السبب ليش يعمل او ليش يستخدم، والديليد اور ويش اوت فيز والتايم ماله واللي على مود شنو يستخدم. الستاندرد ابدومينال سي تي سلايس ثيكنس مالي 5 ملي از ريكومندد، 1 ملي سلايس ار ريكومندد فور مور ديتيلد اناليسيس اوف سمول ستراكشرز. يعني عادة السلايس ثيكنس اللي تأخذ بالابدومينال سي تي الاعتيادي هو 5 ملي. فال هسه هاي النورمال ابدومينال سي تي سنتكلم عنها يعني بالصور. راح نشوف الاكزيال كاتس of the whole abdomen حتى نشوف الاناتومي. The following images are normal anatomy of abdomen scan in portal venous phase. The patient drank positive oral contrast. The colon is most part filled with granular feces. يعني يقول هسه راح تشوفون هذا البيشنت ماخذ اورال كونتراست، راح نشوف البول وراح الى ان نوصل الى الكولون. راح تشوفون الكولون، هاي المكانات هذه هي عباره عن فيسز، عباره عن فضلات، فتبين هالشكل طبيعي. نبدي هسه هذا الليفر، راح تشوفون هاي بدايه الدوم اوف ليفر، هاي البدايه، وطبعا هاي تكون اللنج، وهذا بداية الليفر والستمك، وهنا السبلين، وهاي الفرتيبرا. بعد هالمقطع الثاني الليفر يبين بصورة أوضح، والستمك والسبلين هاي الصورة أوضح أيضا. يعني ننزل مقطع أكثر، يعني 5 ملي أنز أكثر ننزل. هاي الصورة بينت لي الانفيرير فينا كافا والأورتا بصورة أوضح من قبلها. بعدين بدينا شوي شوي ننزل، شفنا البورتال فين، وشفنا هذا الفالسيفورم ليجمنت اللي يفصل لي الرايت لوب فروم ليفت لوب. هاي ايضا نشوف هنا الجول بلادر بهذا المقطع، وبدت تبين عندي الليفت كدني، وطبعا هذا الدايفرام، هذولي الدايفرام، وبينت عندي الليفت سوبرارينال اور ادرينال جلاند، والبنكرياس والستمك بينت عندي. هاي ايضا بين عندي البنكرياس بصوره اوضح، والكدني واضحة، والسبلينيك ارتري وفين. نزلنا الى ان ننزل، بينت عندي بدأ يختفي او يخلص الليفر، وبدأت عندي الرايت كدني بينت بهاي الصورة مع الفيزلز. نزلنا هنا بينت عندي البول، الى ان انتهينا بهذا المقطع. عندنا امثلة للليفر باثولوجي، امثلة لامراض الكبد. مثلا عندي ليفر سيروسيس. ليفر سيروسيس هو كرونيك ليفر ديزيز، او اسمه تشمع الكبد او تليف الكبد. الكبد ايش راح يصير بيه؟ راح يصغر. شوفوا هذا الكبد الطبيعي، شوفوا الاطراف ماله شلون متجانسه ومتناسقه، شوفوا هذا مشرشره او متموجه وغير منتظمه، وراح تشوفون شرنكن يعني صغران مثل كنكش خلينا نقول. ونشوف انه البرانكايما، عادة الليفر البرانكايما ماله تكون هوموجينس، شوفوا تكون متجانسة، شوفون هذا غير متجانس ونوديولر، ما كانت بينه مثل الكتل تبين بيضاء او سوداء، ويعني يكون نوديولر، ويكون اكو استاتس، اكو تجمع السوائل بداخل البطن، زي نتيجة انه يعني بداية لعجز الكبد. وممكن ايضا يصير بورتال هايبرتنشن، ارتفاع ضغط البورتال فين. فلهذا يعني هاي باثولوجي هي صعبه عليكم، بس يعني انه ممكن تجيكم هاي الصوره، هذا نورمال ليفر، هذا نورمال اور نوت، هذا اب نورمال، يعني برايكم شنو نوديولار ويكون هيتروجينس ويكون شرنكن ليفر، يعني راح تقولون موستلي ليفر سيروسيس. طبعا عادة هو هذا مقنن الفالسيفورم ليجمنت اللي يفصل لي الرايت او يميز لي الرايت لوب فروم ليفت لوب. شوفوا هذا الليفت لوب،
الليفت لوب عادة من يصير ليفر سيروسز، الليفت لوب راح يصير بيه هايبرتروفي او يبين اكبر. ليش؟ لانه كله كش، هذا الجزء عادة يعني يكون الحجم الشرنك ماله او الشرينكينج اقل، فيصير يبين هايبرتروفايد، فيبين متضخم. وايضا ممكن نشوف ليفر سيست اكياس، هاي الاكياس راح تشوفوها، هذا هو اللون مالها، تكون السايز مالها ممكن صغيرة ممكن كبيرة، وتكون متاخ الصبغة، تشوفوها يعني هي متجمعة بيها سوائل، فمتاخ الصبغة ليش؟ لأن بيها غلاف، هي يعني السيست هو كيس بداخل الليفر، فمتاخ الصبغة فتشوفوها هايبو دينس. شوف الليفر، هذا ليفر طبيعي ما بي أي مشكلة، بس أكو عندنا ليفر سيست، شوفوا الليفر سيست. يقول الهاوس فيلد مالها تكون 10، يعني مثل الوتر تقريبا أو شوي أكثر، فتكون هذه ليفر سيست. عندنا بعد أكو فد شي اسمه هيباتوسيلولار كارسينوما أو HCC، هذا هو ورم بالكبد، يعني هذا ورم خبيث، يكون هايبر فاسكولر. فشوفوا بالارتيريال فيز شلون ماخذ الصبغة، يكون كلش المكان يكون هايبر فاسكولر. فهذا هو مالجنم تيومر يطلع من الهيباتوسايت من خلايا الكبد، سترونجلي اسوشيتد وذ كرونيك ليفر ديزيز مثل هيباتايتس بي وسي وليفر سيروسس. يعني عاده احنا يجونا مرضى اللي عندهم التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وسي، دائما نعمل لهم فحوصات متكرره عن طريق ومتابعه بالاحرى عن طريق السونار وعن طريق السي تي، والسي تي طبعا هو اضبط سي تي وذ كونتراست، حتى نشوف هل اكو تحولات غير طبيعية، هل أكو بداية يعني، أو أكو هل أكو تجمع غير طبيعي يعني صاير كارسينوما. وأيضا المرضى اللي عندهم تشمع الكبد يتحولون بالأخير إلى يصير عندهم HCC هيباتوسيلولار كارسينوما. فالـ HCC is more prevalent in non-Western countries than Western countries، يعني البلدان الغير يعني خلينا نقول مو الغربية. HCC alternative tumor that may proliferate into vein. الكاركترستيك ماله اللي يهمنا هو arterial enhancement، marked arterial enhancement، هو hypervascular tumor، يعني ياخذ تجهيزه بالدم عالي، فياخذ صبغة رأسا بال arterial phase و rapid washout بالبورتال فينوس اند ايكوليبريم ستيت. يعني مواصفاته انه ياخذ الصبغه شوفوا بطريقه اسرع من البارنكايما، هذا بارنكايما طبيعي زين، هذا المكان بارنكايما طبيعي، هذا غير طبيعي راح تشوفون اخذ الصبغه، بس هنا يبدي يفضي، ف رابد واش اوت شوفوا بالديليت فيز فض قبل بقيه الانسجه، فبين اسود منها، بين هايبودنس. ليش؟ لأن تجهيزه بالدم عالي، فياخذ بسرعه وينطي بسرعه. هذا منو؟ هذا المواصفات ال HCC رابد انهانسمنت اند رابد واش اوت، ياخذ بسرعه ويفضي بسرعه. شوفوا الليجن هايبر فاسكولار، شوفوها بالصوره اللي قبلها شلون اخذت الصبغه بطريقه اسرع من الليفر، من النورمال ليفر بارنكايما. بالبورتو فينوس ما بينت، بس يعني هي انا خلينا نقول بالديليت فيز بينت بصوره واضحه انه فضت قبل الكل. يعني هاي هي تكونون حتى على دراية بها إذا شفتوها بالمستقبل. كوليسيستايتس التهاب المرارة، التهاب المرارة طبعا إما يكون أكو بيها ستون يعني والتهبت، أو بدون ستون والتهبت. طبعا الكوليسيستايتس أون سي تي راح نشوف إنه أكو وول جول بلادر وول ثيكنينج، راح تشوفون مثل ما تشوفون هنا الوول صاير بيه تضخم أو تثخن، هذا الجول بلادر هاي طبعا هو مقطعي، فبين هذا هنا جزء وهنا جزء، فتشوفون الوول شوفوا شلون سميك صاير، هو عادة ما يكون سميك، فيكون تضخم أو تثخن في جدار الجول بلادر و infiltration of fat surrounding the gall bladder. طبعا هو ممكن يصير بيها تنفجر، ممكن يصير بيها تسريب للعصارة إلى الجسم، فلهذا يعني حتى نشوف إذا أكو التهاب ممكن نعالج الالتهاب بالأدوية وبعدين يتم استئصالها جراحيا. فهاي يعني بالسي تي راح تشوفون إنه
اكو جول بلادر وول ثيكنينج واكو فات انفلتريشن، يعني شوفوا هذا الفات ايضا لونه تغير، فيعني هاي تحتاج طبعا فحوصات اخرى للتاكد من التشخيص. زين، فإلى هنا انتهت محاضرة الـ CT سكان.